bird on a tree. I'm just sitting here. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الحبيبات ديالي، وحشتكم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غنصاوبوا هذه السجاده او الزربيه، وغادي نوريكم الاشكال اللي صوبت انايا. كنستعملوا اما بواقي الخيوط، ديك الخيوط اللي كتبقى عندنا، او الخيوط خصيصا لهذه السجاده. هذه السجاده انا استعملتها بشبكه بالقهوي والالوان، واستعملت الشبكه كروشيه رقم 3، وهاد السلاسل الفوقانيه اللي كندير استعملتها، وهاد الصغيره غادي نبقاو نشوفوها. هي استعملتها بواقي الخيوط اللي عندي، وباش نستعمل الشبكه درت الخيط بلاكريل سوبر، راه رقيق، استعملته على جوج. هو باش غندير الشبكه التحتانيه اللي شفتوها، هو شحال رقيق. اذا انا استعملت جوج خيوط باش صوبت الشبكه ديالي، واستعملت كروشيه رقم 3. اما بالنسبه للفوق استعملت هاد الالوان اللي قدامي، هادي بيبي رينبو خيط رقم 4، وخدمته بكروشيه رقم 9. اذا ركزوا معايا، هادي نوع اخر خدمتها بهذا الخيط الملون وشبكه باللون البيج. اذا وهادي استخدمتها بالكروشيه رقم 10. هاد السلاسل كتصوب بغرز منزلقة. اذا غنحتاجو مقص وليبرا طبعا باش نخيطو. اذا باش غادي نبداو، غنبداو بعقدة البداية. في الاول غادي نديرو اولا الشبكة اللي غادي نخدمو عليها من بعد السجادة ديالنا. اذا ها هو الكروشيه رقم 3. بالنسبة لهذا غادي ناخذ غير بواقي الخيط باش نوريكم غير مصغر كيفاش ديروها. نتوما داك الساعات غادي ديروا القياس اللي بغيتو. اذا غندير سلاسل، عدد من السلاسل على حسب الطول اللي بغيتو نتوما، وعلى حسب العرض اللي بغيتو نتوما. اذا السجاده نتوما اللي كتحكموا في القياس. انا هنا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تخدموها. اولا الشبكه، اذا غادي انا درت عدد من السلاسل. اذا غنبدا غادي خصني نبدا بعمود. اذا العمود الاول، يعني باش غندير العمود الاول غادي ندير 3، خاصني 3 ديال السلسله، وغادي نخلي غير وحده. انا هنايا حيت الخيط غليظ غنخلي نفرق غير بوحده. الا كان عندكم الخيط رق من هذا غادي تفرقوا بجوج ولا 3، انتما غادي تفهموني من بعد تبعوني. اذا غادي نبدا ندير نخلي 3 وحده السلسله ديال باش كنفرق هي، وندير عمود. اذا غادي نخلي سلسله ونجلس السلسله اللي حداها وندير عمود، وراني درت غرزه سلسله ما بين عمود وعمود. يمكن لكم ديروا نتوما جوج ولا 3 الا كان الخيط رقيق بزاف. اذا انا كندير سلسله وكنبعد بسلسله، ونجي للسلسله اللي موراها ونخدم. غير ركزوا معايا معليش، تقوت سلسله. يعني انا درت سلسله الفوق بالكروشي، وغادا نخلي هذه خدمتها عمود، وهذه غنخليها، وهذه كنخدم فيها. شفتوا راه سهله جدا جدا جدا، وكتعطي واحد المنظر زوين، شكل زوين، شي حاجه تصاوبيها انت بيدك. اذا ها نتوما شفتوا، كنخلي سلسله كندير عمود وندير سلسله موراه، ونخلي سلسله لتحت ونخدم عمود اخر. اذا ها هي سلسله، وغنخلي وحده وندير في الاخرى العمود. معليش صوتي مجهز. ها هي خليت سلسله وخدمت سلسله، هاهي سلسلة، كندير عمود، نخلي سلسلة ونمشي للمجاورة ونخدم عمود. مور العمود كنديرو سلسلة، هاديك سلسلة باش كنفرقو ما بين العمود وعمود. نخلي سلسلة لتحت ونخدم عمود باش كيعطيني داك الشكل المربعات. إلا كان أنا كنعاود كنكرر، إلا كان الخيط رقيق ما ديروش غير سلسلة وحدة، خليو جوج ولا 3، وحتى في التحت في السلسلة اللي كتخدمو عليها غتخليو نفس العدد. هذاك العدد اللي كديروه الفوق هو اللي كتخليوه لتحت، باش كيبقى لكم فراغ فاش غتخدموا من بعد. اذا غادي نكملوا هذا السطر كله كامل هكا. شفتوا كيفاش كيجي؟ اذا غندير دابا باش نبدا السطر الاخر، غندير 3 سلسله، هذاك هو العمود الاول، وغنقلب العمل ديالي ونزيد سلسله باش كنفرق. وفوق العمود ديال السطر الاخر غنخدم عمود، فوق العمود كنجي فوق العمود ديال هاد السطر كنخدم.
ندير عمود وكنفرق بالسلسلة. انا غندير سلسلة وغنخلي داك نجي فوق العمود الاخر ونخدم عاوتاني عمود. شفتي باش كيجيوني عندي مربع فوق مربع؟ ها هو شكل الشبكة ديالنا، غتكون غتمشي بحال هكا. كنخلي ندير سلسلة وكندير عمود، شفتو؟ مفروق بسلسلة، عمود فوق عمود ومفروقين بسلسلة. انا حيت عندي الخيط شوية غليظ، انتما عندكم الا عندكم الخيط الرقيق، انا كنقول لكم فرقوا بجوج ولا ثلاثة السلسلات باش يكون المربع شوية كبير، باش تقدروا تدخلوا فيه الخيط الاخر اللي غتخدموا به من فوق السجادة. ان شاء الله يكون شرح واضح. كنتمنى عمود اذا، وغنكملو هكا حتى الاخر. ومني غنجيو تما غنديرو ثلاث اربع سلاسل، ثلاثه ديال العمود وواحده باش كنفرقو، وغنكملو نخدمو دائما عمود فوق عمود، عمود فوق عمود. هكا غتكملو حتى تكملو هاد الشبكه ديالكم بالقياس اللي غديرو نتومايا. اذا ونتلاقاو ان شاء الله. كملت دابا السلسلة ديالي، الشبكة ديالي عفوا، وغادي نبقاو نشوفو في هذاك الموجة ديك الصغيرة، ديك الشكل الصغير، غير باش تبقاو تعرفو فين كنخدمو. انا غادي ناخد هذا اللون الازرق فيه غنخدم دابا. كنقولو بحال راه الشبكة كبيرة بالقياس ديال السجادة اللي بغيتو نتوما، واخا انا عندي غير هاد الصغيرة، كي باش تعرفو الطريقة، طريقة سهلة جدا وزوينة، أنا عجباتني، على داكشي بغيت نشاركها معاكم. فوالا، كنمكن لكم تخدموا بأي اتجاه، بغيتو تخدموا اتجاه ولا ما اتجاه. كتخشي الكروشي، بعد درت الغرزة، درت عين في هذيك السلسلة في الخيط اللي غندخل به، وكندخل من التحت. شفتو الكروشي غادي يبقى الفوق والخيط خصو يبقى عندكم التحت، شفتو؟ وغادي نعقدوها، انا غادي غير نتبع، فهمت؟ غندير هذه غير باش مع الشبكه. وغادي نجي غادي ندخل الكروشي عندي دائما. لاحظوا الكروشي خصو يكون الفوق والخيط يكون لتحت. اذا غادي نخشي الكروشي ديالي وغنمشي للخيط لتحت، اني نجيبو غنجيبو وندخلو في هذيك العين اللي عندي، في داك السلسله اللي عندي. هيا نخرجو منها وانا داخله في المربع. شوف المربع الاول، اذا الخيط دائما لتحت. غنمشي للمربع المجاور، غنخشي فيه الكروشي ونجيب الخيط ونخرجه من ديك العين اللي عندي. اذا غنعاود نخشي هكا وكنخرجه منزلقه، فهمت؟ اللي كيعرف غرزه المنزلقه، غير حنا كنديروها في وسط هذا المربع. شفتوا؟ كنخشي الكروشي ونجيب الخيط ونخرجه من هذيك العين اللي عندي في الخيط ديالي، وكتبقي ماشيه هكا حتى الاخر. لاحظوا معايا، لاحظوا. من الاحسن يكون هذا الخيط غليظ باش كيجي باين مزيان، يكون غليظ اكثر من الشبكه، اكثر من الخيط اللي خدمت به الشبكه. كملت السطر، ركزوا لاحظوا معايا شنو غادي ندير دابا. كيفاش غندور؟ سهل، غير ردوا البال. هانتوا شفتوا الخيط في العين، عندك العين الفوقانيه، كنخشي في المربع المجاور ونجبد الخيط عادي. نعاود نلوي العمل لان غنمشي في الاتجاه الاخر. الا كنتو غتستعملوا لون واحد تبقاو تمشيو وتجيو مع الخطوط بنفس الطريقه. نمشيو الخطوط كاملين بنفس الطريقة اللي مشينا بها دابا. أنا تما درت جوج خطوط، يمكن لكم ديروا كل خط في لون، يمكن لكم ديروا جوج خطوط كل لون منه جوج، يمكن لكم ديروهم كلهم لون واحد. غير المهم أنا كنقول بأن الشبكة خصها الخيط الشبكة يكون رقيق على الخيط اللي غتخدموا به الفوق، باش كيجيو هادوك الضفائر باينين وكيجيو غلاط وكيجيو باينين مزيان. هما اللي كيتحسي بهم في السمك ديال السجاده، هما اللي كيعطيو في السمك للسجاده. وغنكملو هكا حتى نكملو هاد اللون. الا كتخدمو على جوج خيوط ما تنساوش تهزو غير خيط، خاصكم تهزوهم بجوج. انا هنايا الخيط راه على جوج.
اذا غنجي الاخر صافي، وغادي نقطع الخيط. غادي دابا انا غندير غير جوج، غنوريكم غير جوج، وغندير لون اخر وغندخله بنفس الطريقه اللي درنا الاول. صافي كنخليه هكا حتى الاخر، واستعمله بالبرا وخبيه هاد الخيوط اللي برا ديالنا، وغنخبيو بها هاد الخيوط كاملين، راه ماشي مشكله. هناخدو لون اخر، اذا انا درت داك الدائره السحريه ولا الدائره اللي كنبداو بها. نبداو في من اي اتجاه من ما بغيتو. اذا انا غادي نبدا من هنا، وغنخشي الكروشي ونمشي نخشيه في هذيك الدائره السحريه ديال اللون الاصفر، لان راه عندي الخيوط خصني نرد البال. دونك غنخشي في اللون الاصفر وغنجبد هذيك العين، نزير الخيوط ديالي، نجبدها باش تسد، ونعاود نحبس ندير هاد السلسله غير باش كنشد بها الخيط بحال كنعقدو. اذا دابا دائما الكروشيه الفوق والخيط لتحت، ديري يدكم اللي بالخيط لتحت، وخشي في المربع المجاور وجبدي الخيط. غادي نجبد الخيط الاصفر، كنقلب عليه، غنجبد الخيط الاصفر. وانا كندير السلاسل ديالي المنزلقات، العيون المنزلقه، غرز منزلقه في المربعات، كل مربع كندير فيه وحده. شفتوا طريقه سهله بسيطه، غير لاحظوا. انا هذا الخيط الاحمر راه غليظ شويه بالنسبه للخيوط اللي كنخدم بها، ولكن غير باش تشوفوا نتوما، وانتوما اللي اختاروا من الاحسن الفوقاني، الخيط الفوقاني يكون غليظ. وصدقوني راه كتعطي سجادات زوينه جميله جدا. كما يمكن لينا نستعملوا هاد الفكره، هاد الشبكه يمكن لينا نستعملوها بطريقة العقدة، كتقطعو بحال ديك الخيط السجادة عادية، بلا ما بغيتوش ديرو هاد السلسلات، هاد الغرز المنزلقة، كيمكن لكم نفس هاد الشبكة تخدمو فيها بالخيوط صغيرة، وكتعقدوها، كتخشيها، كتجريها بالكتنية على جوج، وكتجريها وكتعطيك الفوق الخيوط بحال زربية عادية. صافي كنكمل السطوره ديالي وكنقطع الخيط، ويمكن لكم الا بغيتو تدخلوا لون اخر تمايا. انا ما غاديش نديرها دابا، انا بغيت غير نوريكم دابا مني كنديروا الخيوط هادو اللي في هذا الاتجاه، غادي ندير خيوط في اتجاه، نعاود هاد الغرز في الاتجاه الاخر، بحال كتزيد تشد الزربيه وكتزيد تعطيها السمك، كتزيد تغلط شي شويه هذيك السجاده اللي كتخدموا بها. اذا في الاتجاه الاخر، الا كنتو درتو المربعات صغيره غادي تلقاو صعوبه باش تصاوبوا هذه، لان ما غاديش يبان لكم فين غتخشيو الكروشي. الا كان عندكم المربع كبير شي شويه راه غادي يبان لكم. على اي كدفعي هذيك، شوف كيف كندير انا، كندفع هذيك شي شويه وكيبان لك فين كاين المربع ديالك فين غتخدمي. وكنخدموا بنفس الطريقه، الخيط لتحت والكروشيه الفوق، كنبقاو غاديين كنديروا غرز منزلقه. اذا انت كتشدي السجاده ديالك، مني كتكملي واحد الخطوط في اتجاه واحد كتكمليهم، فاش كتجي ديري الاخرين كتقسمي، كتعبري، خاصك نفس القياس اللي غتخليه من هنا من هنا، باش كتجيبي هذيك الخطوط مقاده، ما تكونش غير عشوائيه، ما غاديش تجي زوينه. اذا وغتمشيو بحال هكا صافي، غادي نردو البال. انا غادي نكمل معاكم هكا، هادو غير باش نوريكم هذه هي الطريقه ديال هاد الزربيه. ان شاء الله تكون عجباتكم وفهمتوا شنو كنقول. صافي ملي كنوصل الاخر كندور ونعاود نكمل، لان انا درت جوج خطوط كما قلت لكم. الا بغيتو ديروا غير خط واحد من كل لون، كتجيبيه برا وكتقطعيه وكتقلي اللون الاخر، كما درت انا في السجاد الاخر. هذاك راه فيه كل لون من جهه، ما درتش جوج خطوط، درت غير خط من كل لون فيه خط واحد. فوالا ها هي دابا هكا. دابا نتوما الا كان عندكم سجاد كبير، شفتوا هذا، هذا السجاد هذا راني دايره غير خط واحد، كل لون منه خط واحد، ما درتش جوج،
شفتو، وفاش جيت فرقتهم راني عبرت المسافة اللي ما بين هنا وهنا كتكون نفسها. وانا دابا فاش مني كملت خاصكم تدخلوا الخيوط وديروا الفينيسيون الاخر باش تقادوا هذاك الشيء. انا درت بغرز حشو، وفاش جيت لذاك القفص ما يا كندير كل وحده فيها وحده، وفي القفص درت ثلاثه باش يعطيني هذا الشكل الدائري. اذا هكايا شفتو، وكي يعطي واحد الجمالية وكتبان الزربية ديالك نقية وزوينة. كنتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم وفهمتوا الشرح ديالي. إلا ما كنتوش مشتركين معنا مرحبا بكم، اشتركوا في القناة، وإلا عجبتكم الفيديو ما تنسوش لايك وشكرا، وتعليقاتكم الجميلة ما غادي تزيد غير تفرحني. شكرا، إلى اللقاء.